اسمحوا لي ارحب بزميلي عمرو مجدي مسؤول التحالف الوطني. شكرا دكتور غاده. في الاول برحب بحضراتكم. في البداية التحالف الوطني اللي تأسس مطلع العام الماضي هو كان استجابة لإعلان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 كعام للمجتمع المدني، والحقيقة أن ده اللي خلى التحالف الأسرع استجابة للأحداث منذ اندلاعها في 7 من أكتوبر الماضي، وكان من أوائل الجهات اللي بتتجاوب مع الأحداث عن طريق غرفة عمليات التحالف الوطني في القاهرة ومتابعتها لتطورات الموقف عن كذب. ده إلى أن وصل توجيهات القيادة السياسية أن احنا نقدر نتدخل بإرسال مساعدات، وده اللي حابب فيه بصراحة أشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هو بيثق أو ثقته في التحالف الوطني وفي المجتمع المدني المصري أن هو يقدر يقدم دور زي ده، دور إقليمي مش بس دور محلي. الحقيقة في الأول بمجرد صدور التوجيهات مؤسسات الأعضاء للتحالف والأمانات في المحافظات والجهات المتعاونة قدرت أنها تجهز القافلة الأولى في خلال 36 ساعة فقط، اللي هي احتوت على 95 شاحنة من المساعدات وثلاث سيارات إسعاف بالإضافة ل 500 متطوع، بالإضافة إلى شاحنات ومتطوعين مؤسسة حياة كريمة كعضو ومؤسس للتحالف الوطني، واللي هترك المجال لزميلتي من مؤسسة حياة كريمة إنها تعبر عن الأرقام اللي حققتها المؤسسة في قافلتين المساعدات. القافلة الأولى وصلت محافظة شمال سيناء مساء يوم 14 أكتوبر، كان كل الشاحنات وصلت وبدأ تنسيق التحرك لمعبر رفح، والحقيقة ما كانش في إمكانية ساعتها لدخول المساعدات بشكل مباشر، وده اللي دفع عديد من المتطوعين إن هم يفضلوا البقاء أمام المعبر لحين الاطمئنان إن شاحنات المساعدات بدأت توصل لأهالينا في فلسطين، وده اللي بدأ يحصل بالفعل فجر يوم 21 أكتوبر بدخول أول شاحنة للمساعدات لأهلنا في فلسطين، وكانت شاحنة التحالف الوطني للعمل الأهلي، استمرارا لعشرة أيام من يوم 21 أكتوبر وصولا ل 31 أكتوبر كان وصول أو دخول إجمالي القافلة الأولى 108 شاحنة كاملين. بعد كده يعني الحقيقة في الأول بس قبل ما ندخل للجزئية دي، ما كانش أبدا هيحصل إن دخول المساعدات بتاعت القافلة الأولى إلا بجهود القيادة السياسية وخاصة مع عقد قمة القاهرة للسلام والجهود اللي أدت إلى أن زيارة السيد الأمين العام للأمم المتحدة لمعبر رفح والحث على دخول المساعدات بشكل آمن وضمان وصولها بشكل آمن ومستدام. فالجهود دي هي اللي ساعدت في دخول القافلة الأولى، واللي مع انتهاء أعمال القافلة الأولى واللي كانت الحقيقة لما بدأت كان في غموض شديد في الموقف داخل فلسطين والاحتياجات اللي محتاجها الجانب الفلسطيني، وده اللي دفع بالتحالف الوطني ان هو يشمل في قافلته الأولى مساعدات طبية عاجلة ومستلزمات طبية وأدوية للقطاع الطبي في فلسطين، كلها كانت طبقا للأكواد الدولية المعمول بها في الحالات المماثلة سواء من الحروب أو الصراعات، وبالتالي فإحنا ما كانش عندنا رصد واقعي ساعتها للاحتياجات في الداخل، وكنا بنعمل طبقا للأكواد الدولية بالإضافة للمساعدات الغذائية اللي شملت العديد من المساعدات الغذائية والمياه وأكل الأطفال ومساعدات الأغطية والخيام والكساء والأكفان. مع انتهاء القافلة الأولى ومع وجود رصد أدق للواقع في الداخل الفلسطيني ومع التنسيق مع الجانب الفلسطيني ومعرفة الاحتياجات بشكل أوقع، كان في توجيهات إن احنا ما تكونش دي نهاية المساعدات مع نهاية القافلة الأولى، وبالتالي فبدأ التحضير للقافلة الثانية في إطار جسر إغاثي مستمر. ده كان القرار بالتحالف الوطني إن تكون ده جسر إغاثي مستمر مش بس عبارة عن قافلة فيها عدد من الشاحنات وتنتهي، وبالتالي الجسر الإغاثي كان بيتكون من شاحنات، عشرات الشاحنات بشكل شبه يومي بتصل إلى معبر رفح وتدخل وتتسلم لأهلنا في فلسطين. الشاحنات كانت بتشمل مساعدات بتتفق تماما مع احتياجات الجانب الفلسطيني خاصة في الجانب الطبي من الاحتياجات الطبية، واللي كانت بتروح كمان بكميات أكبر من الاحتياجات اللي مطلوبة من الجانب الفلسطيني سواء للأدوية أو المستلزمات الطبية المطلوبة.
بالنسبة للمساعدات الغذائية فتم التركيز في القافلة الثانية على الايزي اوبن او ريدي تو ايت برودكتس اللي تقدر ان هم يستخدموها بشكل سريع ما تحتاجش منهم اي تجهيزات او تحضيرات مراعاة للظروف الحادثة في الجانب الفلسطيني، بالإضافة طبعا لعشرات الشاحنات اللي بتحتوي على المياه والأغطية والكساء والأكفان لمراعاة كافة الظروف اللي موجودة هناك. القافلة الثانية اللي انطلق الفوج الأول منها في يوم السبت 4 نوفمبر الماضي، وعلى مدار 9 أيام مع تتابع وصول الأفواج، كان الحقيقة قدرت إنها تحقق أضعاف اللي حققته القافلة الأولى في 9 أيام فقط، وده أقل من المدة اللي دخلت فيها تقريبا كل الشاحنات بتاعة القافلة الأولى. وبالتالي فاحنا حابين ان احنا ده ما كانش هيحصل ابدا الا بتعاون مؤسسات الاعضاء للتحالف الوطني والمساهمين في القافله، واللي حابب اشكرهم بالاسم بدايه من جمعيه الاورمان، مؤسسه مصر الخير، مؤسسه صناع الحياه، بنك الطعام المصري، جمعيه رساله، الهيئه القبطيه الانجيليه، مؤسسه الجود، جمعيه مسجد دكتور مصطفى محمود، مؤسسه ابو العينين للنشاط الخيري والاجتماعي، مؤسسه العربي لتنميه المجتمع، مؤسسة ومستشفى أهل مصر، مؤسسة صناع الخير، مؤسسة بهية، مؤسسة مرسال، مؤسسة جمال الجرح لتنمية المجتمع، بنك الشفاء المصري، مؤسسة نبيل الكاتب لتنمية المجتمع، ومجلس الشباب المصري، ومؤسسة أبو هشيمة الخير، وطبعا مؤسسة حياة كريم. بالإضافة لده حابب أوجه خالص الشكر لكافة أعضاء التحالف الوطني في المحافظات والأمانات والاتحادات الشبابية والجمعيات القاعدية والمؤسسات اللي أرسلت مساعدات قيمة جدا من مختلف المحافظات، لأن الحقيقة كل المؤسسات بتكاتفها وبتعاونها قدمت مشهد ملحمي هنا عند المعبر كنا بنشوفه تماما في مواقف بسيطة جدا، زي ان احنا نلاقي بعض المؤسسات بتفضل دخول المساعدات بتاعتها في عربيات بتحمل اسم مؤسسة أخرى دون النظر ان ده ما فيهوش اي تسويق ليهم، فقط لانهم عايزين المساعدات توصل بشكل أسرع وعايزين نضمن أن كل شاحنة داخلة من معبر رفح هي مكتظة تماما بالمساعدات وما فيهاش أي مكان فارغ. ده كمان كان بيبان من المتطوعين، الحقيقة كانوا كل متطوعين شغالين في كل الشاحنات بيجهزوها وبيعيدوا تجهيزها وتحضيرها دون النظر الشاحنة بتتبع مؤسسة إيه والمتطوع اللي بيشتغل فيها بيتبع مؤسسة إيه، وده أساس فكرة التحالف الوطني. المجهودات اللي تمت من 7 أكتوبر للنهاردة ما كانتش بس في إيصال المساعدات، لكن كمان كانت في تدخلات متنوعة لدعم الإخوة الفلسطينيين العالقين هنا في مصر اللي حالة الحرب دون رجوعهم لبلدهم مرة أخرى، فتم تجهيز تدخلات مختلفة لتهيئة الظروف لإقامتهم واستضافتهم لحين انتهاء الأزمة. بالإضافة نفس الأمر بينطبق على المرافقين للإخوة الفلسطينيين المصابين في اللي تم استضافتهم للعلاج في المستشفيات المصرية، ده كمان بالإضافة لاستعداد مؤسسات التحالف أنها تقدم تدخلات سواء أدق أو أصعب مع الحالات اللي محتاجة بعض التدخلات، خاصة المؤسسات في التحالف اللي عندها اللي بتعمل على الجانب الطبي وليها مستشفيات تابعة. أخيرا أنا حابب أعلن بعض الأرقام اللي اتحققت من بداية قوافل المساعدات أهلنا في فلسطين لغاية اللحظة اللي بنتكلم فيها، واللي مازال التحالف في عامه الثاني لم يكمل عامه الثاني، ولكن بيأكد ان هو اتولد كيان عملاق يقدر يقدم عمل إغاثي على مستوى إقليمي نقدر نقول ان هو الأكبر في تاريخ العمل التطوعي والأهلي عالميا. إجمالي شاحنات المساعدات كان 337 شاحنة بحمولة 6740 طن من المساعدات، بواقع 238 شاحنة من المساعدات الغذائية بتحتوي على 4760 طن من المساعدات، و78 شاحنة من المساعدات الطبية بتحتوي على 1560 طن من المساعدات، بالإضافة إلى 21 شاحنة من مساعدات الأغطية والكساء والأكفان بتحتوي على 420 طن. شارك في ده 32 كيان بيتنوع ما بين مؤسسات أعضاء وأمانات واتحادات وجهات متعاونة، بالإضافة إلى ذلك كان مشاركة 6400 متطوع في تجهيز الشاحنات من مختلف المحافظات لإرسالها لمعبر رفح. المتطوعين لو حسبنا أن كل متطوع بيشتغل يومين في خلال 33 يوم عمل من بداية الأزمة دلوقتي، يعني إحنا بنتكلم عن 422 ألف ساعة عمل تطوعية تقريبا، وده حجم ضخم من الأعمال حصل في بس 33 يوم، تقريبا أضعاف أي قافلة إغاثية حصلت على مستوى العالم. أخيرا أنا حابب أشكر حضراتكم وبشكر كل من ساهم في المؤسسات من المؤسسات ومن المتطوعين والكيانات في هذه القوافل، وحابب أكرر شكري لسيادة الرئيس على دعمه للمجتمع المدني المصري وتمكينه ليه، واللي مخلينا دلوقتي بنفتخر إن إحنا كمصر مقدمين دور عظيم جدا في حل هذه القضية. شكرا.